ندير الكنيسات هكا جنب لابيسين وقلت ندير الفراجة يعني هكا في هاد اللعيبة هادي صراحة شي زوين زوين. شوف انا اي حاجة غنديرها الا باستشارة يعني غيكون بيني وبينكم واحد التواصل انا المتتبعين ضروري غنبقى نعطيكم السؤال وانتم جاوبوني وكنكثر والله كثر خيركم وكنشكركم بزاف. واش ندير الطهارة في قاعة في مدينة ازرو اللي هي قريبة لينا بزاف او نديرها قدام الدار ندير الخزانة وندير داك شي زوين او نشوف شي بلاصة بحال هكايا غير هو بحكم حنا في المنطقة ما عندناش شي حاجة بحال هكايا يعني شي بيسين وغازو واتساع ما غاديش تلقاه. ولا جيت ندير هنا اخوتي المتتبعين بلاصة بعيدة على مالي الدار وبعيدة على العائلة وبعيدة على الجيران وبعيدة على الحباب وحنا هادشي دايرينو الا الحباب ديالنا وحبابنا والجيران ديالنا والعائلة يجيو تبارك الله وينشطوا معنا ويفرحوا معنا ويوقفوا معنا والمتتبعين حتى هما تبارك الله نقدموا لهم شي محتوى اللي هو زوين اللي يشرف البلاد ديالنا ويشرف المغاربه ديالنا ويشرف الجاليه المغربيه ديالنا اللي كتواجد ديال الاوروبيه حتى هما يكونوا يقولوا بعداش لا المغاربه ديالنا شوف شنو كيقدموا في السوشيال ميديا. والله يكثر والله يكثر خيركم اخوتي المتتبعين. على رسول الله الى جاي الى جا سيدنا محمد الله معاه الله تعالى وبركاته المتتبعين ديالنا الكرام خوتي المغاربه تحيه لكم من القلب. خوتي المتتبعين خوكم ياسين راه كلف وما عرفت ما غندير اخوتي المتتبعين لهذا درت هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي باش تعاونوني بالافكار ديالكم وبالاراء ديالكم لانكم المتتبعين عندكم واحد الدور مهم بالنسبه ليا وكنشكركم اخوتي المغاربه اللي ديما كدعاو ليا بالخير وديما كتبغيو لي الطريق الصحيح. الله يكثر خيركم يا اغلى متتبعين واعز متتبعين كما كتشوفوا معنا اخوتي المغاربه اليوم ما خلينا لا حتى شي بلاصه كنشوف ان شاء الله فين غندير لولدي ريان الطهاره باش نفرح به وليد واحد اللي عندي وراكم عارفين انا المتتبعين الكبده كتكون حنينه من جهه الوليدات والله الا الكبده ديالينا حنينه من جهه ولدي ريان بغيت نديرو ان شاء الله شي حاجه في المستوى. وجيت المتتبعين كنشوفوا يعني شحال من بلايص اللي كنا شلنا وشحال من بلايص اللي هما زوينين وبغيتكم اخوتي المتتبعين الله يخليكم لينا ساعدوا مع اخوكم ياسين وقفوا مع اخوكم ياسين ما تخلاوش عليا المتتبعين انا مزاوق فيكم عاونوني غير بالافكار ديالكم اللي عنده شي فكره يعاونني بها اللي عنده شي بروغرام يقولوا لي عاونوا اخوكم ياسين الله يكثر خيركم اخوتي المتتبعين الله ينوركم. صراحه جينا لواحد المكان رائع يعني كنت فكرت باش اننا ان شاء الله نديروا الطهاره ريان هنايا باش نديروا ان شاء الله يا ربي الطهاره ريان كما كتشوفوا معنا دوري اختي دوري اختي هدى ما شاء الله يعني بغينا نديروا داكشي ان شاء الله يكون عندك تحيه سيدي بلاصه بعدا تحيه للمتتبعين ديالي فين ما كانوا كنحبكم وكنموت عليكم ومن القلب. وهذا النهار هذا بصراحه جينا لهاد البلاصه واكتشفنا فيها واحد المنظر غزال وحمقني حمقني بزاف وهناك ياسين والو ندير الطهاره لولدي هنا ورغم انها جات بعيده شويه. لهذا انا المتتبعين الكرام بغيت نستشر معكم عافاكم وفيدوني وقفوا معايا اكدوا لي على هذه النقطه هذه بغيت نستشر معكم هذه البلاصه جات شويه بعيده على منطقه فين كنسكنوا حنايا بعيده تقريبا شي 70 كيلومتر او 80 كيلومتر باش بعيده يعني ساعه ديال الطريق باش في الطوموبيل ولهذا خفت ندير في هذه البلاصه هذه والناس ما يجيونيش العائله ما تجيش وبزاف الناس ما كيعرفوش هاد البلاصه حيت جات شويه ما معروفاش ولهذا اخوتي المتتبعين بغيتكم تفيدوني ولا ندير في القاعات اللي عندنا في سيدي عدي يعني في مدينه ازرو القاعات اللي هما قراب عندنا ومعروفين. ولكن هذا ياسين تيحمقني انا هذا المنظر وخفنا تيتيش دابا اللي خفنا منه هو اننا نديروا الطهاره ونديروا داك الشيء هنا وما يجينا حتى واحد بحكم راه كيعرف دابا الناس ما يعرفش خص اي واحد جا خصو المهم خلينا نشارك هذا المنظر مع المتتبعين هما غيقولوا لنا اقتراحات عطيونا المتتبعين الاقتراحات ديالكم والله حكم ما تبخلوش عليا شوفي غير هذا المنظر ديال هذه الخيمه هذه انا نوري المتتبعين ديالنا الكرام متتبعين الكرام كما كتشوفوا معنا ها انتم شوفوا تبارك الله الخيمه هادشي صراحة رائع 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 بزاف يعني كنا يعني الخيمة ما شاء الله يعني داكشي تقليدي انا و تيتيش كنبروغرامي و كنقولو هنا غادي نديرو التريتور هنا غادي نديرو هنا مربى ان شاء الله كتب الله درنا في هاد البلاصة هادي دابا ان شاء الله نهضرو مع الريسبونسابل ديالها ونشوفو شكون يعني المسؤول على هادشي هذا وان شاء الله نشوفو ياك ما غنديرو الكنيسات هكا جنب لابيسين وقلت ندير الفراجة يعني هكا في هاد اللعيبة هادي صراحة هادشي زوين زوين شوف المتتبعين الكرام انا راه هادشي كاين واحد البنت صراحة ياسين
واحد الجلسه تما اللي فيها واحد المنظر جميل جميل بزاف تما، يعني تكون العائله اللي ما كتبانش وداك الشيء يجلسوا تما، والناس اللي كتبان يعني تجي هنايا وغادي يجيو بلايص. انا مخيلات حاجه واحده، شوفتي تيش دابا حاجه واحده اللي غنقول لك انا والله القسم اللي هو المتتبع اللي يعطيونا الاراء ديالكم، كما قلت لكم اخوتي خفنا نديرو هنا ما غايجيوش الناس، انا عارف والله القسم ما غاديش يجيونا، وحنا الحمد لله غنديروا داك الشيء زوين وهذا، بغينا الناس تفرح معنا والناس تكون في جنبي والناس يفرحوا ليا، انا ماذا بيا الناس يجيو عندي، ما يجي عندك غير اللي كيبغيك وما يكبر بك غير اللي كيبغيك، والله يخليكم لينا يا اغنى متتبعين، تعاونوا مع خوكم ياسين ووقفوا معاه واعطيونا الافكار ديالكم وقولوا لي شنو بان لكم، واش من الاحسن نديروا في مدينه ازرو نشوف شي قاعه او نديروا قدام الدار، ندير شي خزانه تما قدام الدار تكون واعره، داك الشيء بالتريتور وداك الشيء يكون زوين، الله يخليكم الامهات ديالنا اللي عندهم خبرات تبارك الله ودوزوا الوليدات وطهروا لولادهم، يعطيو افكار، انا مزوق نقول فيكم الامهات والاخوات ديالنا واخوتنا الجزائريين تاهما يتعاونوا معنا، والله يكثر خيركم، والله الا راني ترونت ما عرفت لا من نبدا لا قوه راي انا. فين ما مشينا كنديروا بروغرام، اقسم بالله المتتبعين تموت علينا بالضحك، مشينا يعني جينا لبلاصه قريبه لفاس قلت له هنا ندير، قال لي تيتيش يعني نخافوا الناس ما تجيش وهذا، قلت له انا عجبني هذا المنظر وحمقني، حتى الا درتي شي حاجه تجيك حماويه وهذا، ولكن ما عرفناش انتم الاراء كتبقى بين يديكم، انتم اللي كتوجهونا يعني الوجهه ديال الخير ان شاء الله. كنشكركم المتتبعين اللي كلشي متابعنا صراحه وكلشي كيشجعنا وكلشي كيقول كلام في حقنا طيب وكتشجعوا هذا الكوبل هذا، كنشكركم اخوتي كاملين الله ينوركم الله يخليكم يعني يا اغنى متتبعين، ولهذا حتى انا ديما كنمد لكم يدي باش انكم تعاونوني وانكم توقفوا معايا، عاونوني غير بالافكار ديالكم، عاونوني غير بالدعوات ديالكم، ما كنطلب منكم المتتبعين حتى حاجه الا الدعوات والتيسير ان شاء الله يا ربي، اللهم يسر ولا تعسر، والله يجعل ربي ان شاء الله يدوز هذا الشيء على خير وبخير، وكما قلت لكم وقفوا معايا بلي لايك كومونتيرات، شجعوا خوكم ياسين عطيو الطاقه الايجابيه، والله ينوركم اخوتي. امين يا رب. ياسين مخلوع مسكين والله اختي مخلوع والله انا مخلوع مسكين والله والله ان شاء الله اول مره اول يعني اول وليد غنختنوا له ما عرفناش شنو غادي نديروا، ما عرفناش بزاف د الحوايج، وبغينا نديروا شي حاجه تقليديه، ما بغيناش نهربوا على داك الشيء التقليدي ديال الوالدين ديالنا، بغينا نديروا شي حاجه ملموسه اللي فايت لها درتها امي لوليداتها ودرتها عمتي لوليداتها، المهم داك الشيء ان شاء الله غتشوفوه معنا. لهذا المتتبعين دابا حاجه واحده اللي غنعطيكم ثلاثه اقتراحات كلهم غتكتبوا لهم في كومونتيرات، دابا انا اي حاجه غنديرها الا باستشاره يعني غيكون بيني وبينكم واحد التواصل انا المتتبعين، غنبقى نعطيكم السؤال وانتم جاوبوني، وكنكثر والله يكثر خيركم وكنشكركم بزاف، واش ندير الطهاره في قاعه في مدينه ازرو اللي هي قريبه لينا بزاف، اولا نديرها قدام الدار ندير الخزانه وندير داك الشيء زوين، اولا نشوف شي بلاصه بحال هكايا، غير هو بحكم حنا في المنطقه ما عندناش شي حاجه بحال هكايا يعني شي بيسين وغازو واتساع ما غاديش تلقاه، ولا جيت ندير هنا اخوتي المتتبعين بلاصه بعيده على مالي الدار وبعيده على العائله وبعيده على الجيران وبعيده على الاحباب، وحنا هادشي دايرينو الا الاحباب ديالنا وحبابنا والجيران ديالنا والعائله يجيو تبارك الله وينشطوا معنا ويفرحوا معنا ويوقفوا معنا، والمتتبعين حتى هما تبارك الله نقدموا لهم شي محتوى اللي هو زوين اللي يشرف البلاد ديالنا ويشرف المغاربه ديالنا ويشرف الجاليه المغربيه ديالنا اللي كتواجد ديال الاوروبيه، حتى هما يكونوا يقولوا بعداش لا المغاربه ديالنا شوف شنو كيقدموا في السوشيال ميديا، والله يكثر والله يكثر خيركم اخوتي المتتبعين، وراني فرحان والله القسم وانا مزوق فيكم، دابا عطيتكم ثلاثه اقتراحات كلشي يكتب لي شنو غادي ندير، والله يكثر خيركم عاونونا بافكاركم عاونونا بافكاركم، وراكم اعزاز وغنينا المتتبعين والعقرا ان شاء الله لوليداتكم حتى نتوما، والله يحقق لكم كل ما كتمناو وشكرا لكم بزاف، والله يكثر خيركم اخوتي المتتبعين، وكما كتشوفوا يعني الديكور كيدير تبارك الله، الخيمه ركزي عليها ودا على الخيمه والخيمه يعني هذاك الشيء بلدان المتتبعين انتوما، شوف انا المتتبعين اختي ودا هي مسكينه هي كتعاونني واقفه معايا. مرحبا خويا ياسين، علاش لا انا صالحه راك تغيبه شويه على الدار، ومين جيت الصباح ويقول لي ياسين هدى سمحتي فيا، قلت له ولا ما نسمحش فيك اخويا، دابا انا موجوده ابتداء من دابا حتى تاي اختنا، وخويا ياسين مخلوع وقفوا معاه الصراحه اللي هضر معاه في التليفون تيقول لهم ها انكم تخلاو عليا انكم تخلاو عليا، صراحه ياسين فرحان لخويا لولدي رايان بزاف، واختي تيجي كذلك فرحانه لولدها، الله يكمل لهم بالخير ووقفوا معاه وشجعوه والله القسم. امين امين والله بحالك صراحه والله القسم كنموت على ولدي، والكبده راه كتكون صعيبه والله يحضرني اختي هدى انت في عرسك ونفرح حتى انا ونوقف ونهز ونتسخر ونجيب لك الغياطه في البيكوبو
لكم بقى. والله القسم اختي تنجيبك الغياطه ونجيبوا لك الهديه. والله القسم تكونوا حضرين في العرس ديالي، شرف ليا كبير والله القسم. ما تنقولها ديما في اي فيديو. الله يحفظك اختي هدى. ربي ما عطانيش الدراري خوتي، عطاوني غير البنات، ودابا ربي جاب لي الدراري. والحمد لله على كل حال. ويلا المتتبعين ما تبخلوش على خوكم ياسين، الله يكثر خيركم. كما كتشوفوا كما قالت لكم تيتي، شوفوا تبارك الله واحد الديزاين، واحد الديكور واعر رائع 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 بزاف بزاف. شوفوا تبارك الله المتتبعين لهيه الخيمه لهيه. يعني بغينا نديروا شي حاجه بحال هكا، غير هو كما كنركز دائما المتتبعين، خفت ندير شي بلاصه بعيده وما يجيوش العائله وما يجيوش الحباب، ولهذا المتتبعين عطيونا افكار. دالي هذا المنظر عقلي ودالي هذا الشيء. المتتبعين عطيونا افكار، سلب لي الافكار ديالي. والله العظيم كنتمنى من المتتبعين ديالي الاعزاء اللي كنفضلهم على كل شيء تبارك الله، يعني اللي واقفين معايا ومشجعيني وعاطيني واحد الطاقه اللي هي ايجابيه، الله يخطيكم عليا. كنحمق عليكم ومن القلب، عاونوني بافكاركم، عاونوني ان شاء الله بكومونتيرات ديالكم. شنو ديري شنو ديري، انا بزاف د الحوايج باقي ما عارفه شنو غندير. المتتبعين الكرام، المهم كما طلبنا منكم وشرحنا لكم، ان شاء الله يا ربي نتمنى ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يا ربي. والتيسير ان شاء الله يا ربي، والله يوفقنا والله يوصلنا لكل ما كنتمنى ان شاء الله يا ربي. واجي اختي هدى حدانا، كنشكرك اختي هدى حتى انت هي اللي راكي واقفه معنا. والله القسم معكم ديما الصراحه. والله اختي هدى والله القسم من دابا معكم حتى للتالي ان شاء الله، غادي نودينا دابا يا ربي. احبابي وعائلتي ونسابي والجيران ولا صحاب القنوات ولا كلشي، كنحيوكم وكنقدروكم لان كلشي واقف معايا، كلشي كيدعى معايا، والحمد لله. لهذا دائما انا كنلقى خوتي المغاربه في كتافي، لا في المحن لا في الفرح لا في اي حاجه، دائما كنلقاهم في جنبي. والله يكثر خيركم وكتبغيونا، وحتى حنا اقسم بالله المتتبعين اذا كنبغيوكم من القلب الصافي. والله يكثر خيركم وخليكم معنا ان شاء الله يا ربي حتى تتم هذا الفيديو. يا كي جاك تيتي شي شي صراحه هادشي هائل والله الا راه كما قلت لكم، انا اللي على قلبي على لساني، يعني ملي كنشوف شي حاجه كتبهرني صافي ما كنبقاش نعرف نعبر. انا تشهيت هادشي. شوف كتشوف انا المتتبعين الكرام، سيدي ريان الحبيبه واختي منى، ريان مشينا شدنا فين غنديروا الطهاره، والمتتبعين غيجاوبونا. دير لهم بيزو هذا البلاصه زهره خاتي يا مرحبا بنا. والمتتبعين الكرام، شدينا الغديوه ديالنا في هذا المكان هذا الرائع باش غادي نتغداو ان شاء الله. وسيدي ريان معنا الحباب حتى هو سيدي بالصحه والراحه. ياك اختي منى كي جاك هذا المكان زوين؟ امين يا ربي امين. شوفوا تبارك الله المتتبعين الكرام، الشاه كطيح، اللهم اروينا يا ربي. صراحه انا المتتبعين محتاجين الشاه. شوفوا تبارك الله، شوف والله القسم المتتبعين ديالنا محتاجين لهاد الشاه هادي بزاف. يا ربي تروينا يا ربي يا ربي تروينا. صراحه الفلاحه خاصه هاد الشاه، ما طاحتش هاد العام هذا بزاف. يا ربي تزيدنا من الخيرات ديالو يا ربي يا ربي تروينا. وانتم المتتبعين الكرام، راه الشاه من دابا غادي ان شاء الله لمدينة فاس، ومع خالتي منى هي تعطيكم شي كلمة حتى هي. السلام عليكم المتتبعين ديالنا الاعزاء، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم حنا فرحانين، ما قدنا فرحة، حنا غاديين مع هدى وياسين وتيتيس وسيدي ريان الحبيب الغزال. كي جاتك خالتي منى ديك البلاصة اللي زوينة والله إلا فنة تبارك الله، داكشي غزال وكيعجبني داكشي التقليدي. انا شرحايا المشاهدين كيعجبني داكشي التقليدي. دابا خاتي ملك جاتك ديك البلاصه اللي بغينا صراحه، شفنا بزاف ديال البلايص فين غادي نديروا الرايه الطهاره، وعجبتني هاد البلاصه، ولكن خاتي ملك غاتجي بعيده على الناس باش غنجيو عندها. نقول لكم اللي بغينا ضروري تبعنا، ولكن خاتي ملك بعيده بزاف صراحة. حنا داكشي درنا للحباب ونشوفوا المشاهدين اش غادي يقولوا لنا، ردوا لنا المشاهدين ان شاء الله. انا عجبتني، انا عجبتني والله. هاي انا ودي والله الا غزال اللي فيها الخير اتينا بها الله سبحانه وتعالى. يا ربي امين. الله غادي الله يجعل ربي يسر الامور. تقليدي زوين ونقي، يا ربي يسر، يا ربي تسهل الامور، ويا ربي تيسر الامور، يا ربي تكمل علينا بخير وعلى خير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شوفوا المشاهدين ديالنا دائما كيوقفوا معنا، ماما الله يخطيهم علينا. شكرا لهم بزاف، الوجود ديالهم اساسي في حياتنا والله العظيم. فضلنا هذا راكم شتو، عرفتي واحد الشتا جات، واحد الشتا عجيبه وغريبه. شوف المشاهدين، شوف رينا ما صحابك، انا مو متسبين صحابك والله. المشاهدين هاد النهار هذا واحد الشتا ما عمرها شفتها، عيد ما عمرها. يجي 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 ي
حنا جايين غير صيفين بقينا تبارك الله غير ديال الله وغير ملي طاحت الشتا ماشي مشكل واخا نمشيو ما لابسينش ما عندناش مشكل والله ما عندناش مشكل نتقضاو لولدي ان شاء الله داكشي اللي خاصه ديك اليوم فيها وهذا النهار هذا يعني كنتمنوا منكم في هذا الفيديو ان شاء الله انكم تجاوبونا بخصوص ديك البلاصه انا حمقاتني حمقاتني زينا والله العظيم زينا معاك خليت عقلي ليه والله الا والله واحد المنظر مرتاحه والله الا ودابا المتتبعين حنا شادين طريق لمدينه فاس باش نزيدو ان شاء الله نكملو شي امور دابا حنا راه بدينا ان شاء الله في التحضيرات وشحال من حوايج والله مثلا قلتو انا المتتبعين قسما بالله ملي كنفيقو مع 8 الصباح حنا كنجريو والله ايوا كلشي بخير باقي ان شاء الله يا ربي تنتقداو وكنلقاو بلي ما تقدينا حتى حاجه بحال ما درنا والو اي والله يسهل الامور امين امين والله المتتبعين الوجود ديالك يعني مع رايان حسيت بك فرحتي بزاف يعني ماما ما نعاودش لك الدار كيف الصباح كيدير لنا قناوه كيدير ما بقاش تحوى ولده واحد الجوم ما نقولكمش قال لي من هنا ما يجي فيني طهرايان ان شاء الله حتى يكون كل شيء واحد ان شاء الله على عينيا نوقف عليهم ضروري هادشي تي تي شيوكا الله يسمح لينا من الوالدين حتى حنا والدينا راه ما نساوش راه بصح كلش داروا علينا داروا لينا كلشي والله العظيم والله يطول عليهم اي دي حدايا ما كننساش الفضل ديالها في العرس ديالي راه مسكينه واقفه على رجليها مسكينه ما لبسات ما والو في العرس ايوا الحمد لله على كل حال كلشي يلبس كلشي يعني كل فرحان هي الام دائما كتنسى راسها العقبال ولدك ان شاء الله توقفي معاه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله دابا الامنيه ديالي انا ان شاء الله يا ربي هي الامور دوز على خير وبخير هذا هو ما كنتمنى نمشيو نتمناوه ان شاء الله تحفظوا لي يا ربي وحتى ان شاء الله نشوفوا عريس ونجوجو ان شاء الله عاد ديك الساعه غادي ندي ندي المهام ديالي انت السيره انت العريس نقول لك ان شاء الله سلام على رسول الله إلى جاي إلى سيدنا محمد الله مع الزرعي شتي صفقة راهي ندير الحجام العار عليك وليدي لبيديك الحجام العار عليك وليدي لبيديك الحجام العار عليك وليدي لبيديك هذيك راهي ندير يا خالو ايه